السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نشوف برمجة سريعة كده لعيد ميلاد. تمام، طيب خلينا نلغي ديت، يعني مش هو ده القط اللي احنا عايزينه، وخلينا نحط كده خلفية. انا مش في دماغي خلفية او برمجة او حاجة خالص، لكن خلونا نختار كده مع بعض ايه اللي ممكن يناسب عيد الميلاد. تالي بارتي دي كويسة. طيب عايزين نحط بقى شخصية، وممكن نحط له تورتة مثلا. انا مش شايف تورته، لو حد شاف تورته يقول لي. هقول له فود واختار مثلا كيك. طيب ممكن نختار مثلا حاجه حلوه كده، انا اختار مثلا البرد دوت اهو. تمام كده انا عملت ايه الشكل، لكن عايزين بقى نعمل برمجه. وليكن مثلا ان البرد دوت هيبدأ مع بداية الشغل هوت، ونخليه مثلا يتكلم شوية كلام كده، مثلا يقول لنا هابي بريزداي مثلا، وممكن يسأل سؤال من سنس هنا اقول له اسك، مثلا يقول كل عام وانت بخير. تمام بالعربي كده، كل عام وانت بخير، ويسأل سؤال يقول لنا ما اسمك. فرض مثلا لو قلت له اسم عمر او كذا، هيبدأ بقى ان هو يقول اهلا يا عمر مثلا. هقول له دي خد كده، دي كوبي. تمام، واقول له قول لي الانسر. تمام، يبدأ يشوف الاجابة ويبدأ ان هو يحطها له. ماشي، طيب خلينا نشغل. تمام، بيقول لي ما اسمك، اقول له مثلا عمر. تمام، فيبدأ ان هو ايه يكرر الاسم، لان هو ببغاء. طيب ممكن بعد ما يقول يبدأ ان هو يغير الشكل بتاعه لشكل اخر، مثلا اهو. تمام، عندنا لو احنا دخلنا كده هتلاقي ان في الشكل ده والشكل ده، هو اتغير للشكل دوت. تمام، طيب عايزين نبرمج بقى التورته. عايز ابرمج التورته دي ان انا لما انفخ فيها تطفي. تمام، هتبقى ظريفه. هي فيها صورتين، لو دخلت على الكعكه دي وقلت له هنا هتلاقي ان في واحده فيها الشعله وفي من غير الشعله. تمام، ونقدر نغير فيها، يعني حتى لو هي ما فيهاش ممكن نعملها احنا. طيب خلينا كده نبرمجها مع بعض. هقول له انا عايز اعمل سويتش، يعني هقول له هنا اول ما دي تبدا event انا عايز اعمل سويتش للكيك بي اللي هي هتبقى اختفت. تمام، وخلينا ممكن حتى نعملها بشكل اخر. هقول له مثلا قاعده اف. ماشي، نبرمجها كده بقاعده اف. هقول له لو لو الهواء اكتر من 50، الهواء هنلاقيه هنا في السنس اللي هي ديت. تمام، فخلينا نشغل. هو يسألني بقى الاسم بتاعي، قلت له مثلا عمر. طيب هنفخ دلوقتي، هنا بيقول لي اسمح لنا نستخدم المايك. ماشي، وخلينا نضيف فور ايفر قبل قاعدة اف بالشكل دوت. هشغل بقى، فكده بمجرد ان انا نفخت هيبدأ ان هو يحول لي الشمعة للصورة التانية فتتفي بالشكل دوت. فاحنا كده هننفخ عشان ندفي الشمعة.